الأسبوع الأول من شهر 9 مولود الحمل. أنت حابب بطموحاتك الهائلة والجبارة اللي بينك وبين نفسك، حابب تكمل أعمالك، حابب تحقق أهدافك، حابب توصل للقمة، فهناك من قد يساعدك على الوصول، ومن هناك من قد يحمل لك ورقة من خارج أرضك، وممكن تمضي هالورقة وسيلة للبعض اللي هن طالبين السفر للخارج. مولود الثور حب جديد بيدخل قلبك. مولود الثور عندك سفر لدولة اللي هي الإمارات. مولود الثور عندك مفاجآت مالية راح تحصل عليها، ممكن يكون قضية قانونية، ممكن يكون ميراث من الماضي. أما بالنسبة لمولود الجوزاء، عمليات تجميل لكثير من الستات والرجال، وصحتك على أحسن ما يرام إذا حابب تعمل عمليات تجميل. أما الرجل أيضا موجود قدامك، مضي عقود جديدة أو عقد عمل جديد خارج أو داخل أرضك، وبلش بشراكة جديدة. بالنسبة لمولود السرطان اللي هو على مدار السرطان، وهيدي الفترة انت منك مستقر، منك مرتاح، ما تعمل اي شيء انت مش مرتاح فيه. فيك تجتمع، فيك تاخد بقرارات الاخرين، باراء الاخرين، ولكن قراراتك، قرارك ما تاخده الا من بعد تفكير طويل. مولود السرطان في عندك اجتماعات مع اشخاص، تعرف على وجوه جديدة، وخاصة يوم الخميس ويوم الجمعة. مولود الأسد هناك مؤامرة تحاك ضدك. مولود الأسد بيحاولوا يسحبوا السجادة من تحت إيديك، انتبه. مولود الأسد ما تعطي هذه الفرصة لحدا، وراقب كل شيء عم يصير حواليك. وأنا قلت لك اسم من أسماء الله الحسنى هو يا حي يا قيوم، ترددوا هذا الأسبوع، وكمان تردد، فيك تردد يا رقيب لحتى تكتشف الأشياء اللي بسرعة من أو تكون سريع الخطى باكتشاف اي مؤامرة عم تحاك ضدك، وتكتشف الاشخاص. بالنسبة لمولود العذراء، انتقال لمنزل جديد، مفاجآت مالية لكثير من مواليد العذراء اللي هن خارج ارضهم، انتقال من منطقة لمنطقة ومن عمل الى عمل اخر. بالنسبة لمولود الميزان، سفر ايضا موجود عندك. مولود الميزان عندك نجم الثريا، زمان الشمالي والجنوبي اللي هو عم يسيطر فوق البلاد الامارات، اللي بعد منكم على دبي، بعد منكم على ابو ظبي، بعد منكم على راس الخيمه، البعض منكم حيسافر امريكا هجره لكندا. فالسفر موجود كثير عند مواليد الميزان، صحتك على احسن ما يرام. بالنسبه لمولود العقرب، هدايا قيمه بمناسبة ما قايم فيها أو بنجاح أنت وصلت له. مولود العقرب بعد الاجتماعات لكثير مواليد العقرب، الرجل أيضا خارج أرضك بدول أجنبية أو دول عربية، فالبوز اللون الرمادي واللون الأزرق بريح لك نفسيتك، ويعطيك جاذبية، وبيعطيك ثقة بنفسك أكثر. مولود القوس، منك مستقر، منك مرتاح عاطفيا، حاول تهدي من روعك هيدي الفترة. يوم الخميس وجمعة في تواصل بينك وبين شخص، أو اتصال أو تواصل وجه لوجه، وفي خبر بيحمل لك انك تبدا بمشروع او بعمل او بخطوه جديده بحياتك العمليه وحياتك الاجتماعيه، بتغيرك من المود اللي انت فيه هلا، منك مستقر ابدا. مولود الجدي في مفاجآت مالية، البعض اللي حيكسب قضية، البعض الآخر في ميراث، البعض التاني صحته على أحسن ما يرام، بيسمع أخبار حلوة عن وضعه الصحي بأحسن ما يرام. أنت مولود الجدي. بالنسبة لمولود الدلو، النعام الصادرة والواردة مرتفعة كتير، أنت بالعقارات، البيع والشراء كتير موجود عندك هيدي الفترة، ومفاجآت عاطفية، ممكن تدخل قصة حب جديدة، ممكن القديم يرجع لإلك، وإذا كنت على انفصال ممكن تجتمع أنت والحبيب مجددا أو الشريك مجددا. بالنسبة لمولود الحوت، الحيتان بلشت تبحر بالبحار، خاصة بشهر 9 بلشت تبحر. انت لوحدك بتسلم، يعني العاب لوحدك يعني بتطلع واقف، هذا المثل بيقول. فما تشارك حدا هالاسبوع بعمل ما، وما تقبل اي حدا بيعطيك عروضات، لانه هيدي الامور ما رح تكون لصالحك. فهذا المشروع عمله لبحالك بنفسك، او انت تكون القائد الليدر وحط النقاط على حروفه ومشيهم مثل ما انت بدك، لانه الحوت بيبحر قدام،
والاسماك بتبحر وراه، او الحيتان الصغيره بتبحر وراه. فانت مشي الجوقه بايدك و ورسي سفينتك على البر، لانه ما تسلم اوراقك لحدا وما تسلم ساقتك لحدا، لانه ما تخليهم يغدروا فيك مثل ما عملوا فيك بالماضي. هذا بالنسبه لتوقعات 12 لكل المواليد اللي عم يحضروني. فبدي لكم دائما اقروا دعاء ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليا يبر فيه في حياتي، واستغفر لي بعد مماتي واجعله ربي رضيا. هيدا اللي ما عنده ولد او اللي ما عنده ولد من المواليد، هيدا تدعو هذا الدعاء هالاسبوع. من اجمل الادعيه انكم تدعوا، وخاصه كمان ان فتحنا لك فتحا مبينا. كمان تقروا هيدا، تعملوا ورد هيدي الايه القرانيه لفتح الارزاق. ودائما لكل المواليد اللي عندهم مسكر رزقهم يكتبوا صورة الشعراء على ورقة ويلفوها على ورقة كبيرة ويلفوها بهذا الشكل، ويعلقوها من المدخل البيت من جوا لحتى الأمور تمشي على أحسن ما يرام. هيك بكون عطيتكم نصيحة مع توقعاتكم لهذا الأسبوع.